المشاركين في السهره ديالينا وكذلك ضيوف الشرف اللي حاضرين اليوم. قالوا لي في الكواليس بان جماعه الفنانين اللي عنده اي صوت هرب يمشيو اللي كيجيو لكم بشكل تطوعي ان شاء الله. الفنان ديالنا سي ميمون والفنانة كلهم المغاربة وتكريم الأغنية الوجدية. فاحنا كفنانة كان في بعضياتنا في التكريمات ولا في حال هاد اللحظات كنكونوا مادين يدينا. فهذه في حد ذاتها سهرة تكريمية للأغنية الوجدية، لأن من خلال سي ميمون وبعض العناصر اللي كانوا في هذاك العهد اللي من خلالهم عرفنا الاغنيه الوجديه ديال الري دخلت بحال الشاب كمال وبحال رشيد بالرياح وبحال سي ميمون واستمتع. فجاء ما كاين اشكال، واخا حنا في الداخل نديروا التكريم واحد الفنان كنبقاو مغاربه وحنا محتاجين لبعضياتنا لا في السراء ولا في الضراء. اش واقع؟ اش واقع هو اليوم يعني جينا باش نحييو السهرة تضامنية مع الفنان الكبير ميمون الوجدي اللي كنتمناو له الشفاء العاجل. وطبعا هذه مسألة إيجابية لأنه مجموعة من الفنانين اليوم جاوا خصيصا باش يحيوا هذا الحفل هذا اللي الريح ديالو غيمشي لفائدة الفنان ميمون الوجدي. وطبعا هذه مسألة كنقول دائما بأنه الفنانين دائما مغاربة كيكونوا متحدين ومتضامنين في مثل هذه التظاهرات هذو. وشكرا لكم انتم ايضا اللي درتوا التغطيه. واش واقع؟ السلام عليكم، معكم اختكم الفنانه المغربيه الامازيغيه. يعني الفنان ديالنا الكبير ميمون الوجدي تنتمنى ليه ان شاء الله الشفاء العاجل ويرجع لينا بخير وعلى خير ويرجع للاسره ديالو والجمهور ديالو ولحبابه. وتنشكر خويا عبد العزيز السداتي اللي بدا هذه المبادره هذه، وتنشكر جميع الفنانه اللي حضروا وداروا اليد في اليد، تنشكرهم بزاف وتنشكركم حتى انتما. الجديد بالنسبه لعائشه الشنويت مفاجاه ان شاء الله، يعني احتفالا وتطوعا وتضامنيا مع الفنان ميمون الوجدي. كنحيي مجموعه من الفنانين اللي هما حضروا اليوم
كنحيي الجمهور المغربي. طبعا هذا حدث مغربي فني تضامني إنساني فريد من نوعه، فكنتمنى أن هذا التضامن وهذا الاتحاد يكون بين جميع الفنانين المغاربة، ناخذ يدنا بيد بعضنا، لأن يوم لك ويوم عليك. بالنسبة لهذه الحفلة هذه المشاركة نتاع تضامنية مع أخ ميمون الوجدي، كان تم الاستدعاء ديالنا من طرف أخ عبد العزيز تاتي الفنان ديالنا، وكنا لبينا الدعوة. كتعرف بأن هذا حفل تضامني، يعني نورمال مورا حنا غادي نتضامنوا مع خونا وحبيبنا، وربي نتمنوا له الشفاء إن شاء الله، ربي يشافيه. وكنتمنى أن التضامن يكون ماشي في هذا الشيء ديال الفن، يعني التضامن يكون في أي حاجة، يعني في أي مجال. بالمناسبة ديال المرض ديال خونا وحبيبنا، يعني الأسطورة ديال الفن كما كنقولوا حنا الراي العروبي الأصيل ميمون الوجدي، نظرا للمرض اللي كيعاني منه كنطلبوا ليه الشفاء ان شاء الله، ويكون بخير وعلى خير ورجعنا للساحه الفنيه سالما غانما ان شاء الله، ويبقى دائما متواجد ما بين الفنانين. فرقه رقاده ولاد البرحمه بمدينه وجده اللي كتمثل الرقاده في هذا مسرح محمد الخامس، وبالضبط لهذه المناسبه لخونا وحبيبنا ميمون الوجدي اللي شرف أغنية الراي بمدينة بالشرق، عفوا بالشرق وبالمغرب كافة وبالعالم، لأنه الاسم عملاق تبارك الله عليه.